أهلا بكم مجددا. كشفت صحيفة روسية عن إنشاء إيران لقاعدة عسكرية في مرفأ بانياس وبين قاعدتي طرطوس وحميميم الروسيتين، معتبرة المشروع الإيراني مزاحمة من قبل طهران لقاعدتي موسكو في المنطقة وحرمانا للأخيرة من احتكار الوجود الاقتصادي في الساحل السوري. نتابع التقرير ونعود للحديث. بعد أن قطع الجانبان ما تبقى من كعكة الاقتصاد السوري المتهالك كما يحلو لهم مع تمثيل شكلي لنظام بشار الأسد، يبدو أن المحتلين الروسي والإيراني يتجهان إلى الصراع والتنافس على تثبيت قدميهما في الساحل السوري وفي منطقة الموانئ على وجه الخصوص. صحيفة غازيتا الروسية رأت في أحد تقاريرها أن طهران قد تزاحم القواعد العسكرية الروسية في سوريا وتنشئ قاعدة عسكرية بحرية لها بين قاعدتي طرطوس وحميميم الروسيتين في مرفأ بانياس، واعتبرت أن ذلك سيحرم موسكو من احتكارها للوجود الاقتصادي في الساحل السوري ويخلق مخاطر في مجال الأمن في المنطقة بالنسبة للروس. ليس ذلك فحسب، فقد نقلت الصحيفة الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن النشاط الإيراني في محيط بانياس لن يكون له مفعول مزعزع للاستقرار على المنطقة فحسب، بل على القوة التي تسعى لتحقيق الاستقرار فيها أيضا، ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن مدى رضا الجانب الروسي عن إنشاء إيران لتلك القاعدة العسكرية في مرفأ بانياس، أم أن بوسع موسكو منع طهران من إتمام مشروعها، بينما تساءل آخرون عن احتمال وجود تفاهم ضمني بين الجانبين حول المشروع في ظل عدم اكتراث من قبل الجانبين للنظام الذي باع البلاد للدولتين وفقد صفة الدولة التي تتمتع بالسيادة منذ إدخاله لأول مرتزق روسي وإيراني لقتل شعبه. حول هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد علي نصيف المحلل العسكري معنا من الريحانية، كما ينضم إلينا أيضا الباحث السياسي يمان دابقي معنا من اسطنبول. أبدأ معك سيادة العقيد، على الصعيد العسكري ماذا تعني هذه القاعدة العسكرية أو يعني القاعدة التي تنوي إيران إنشاءها في طرطوس في بانياس؟ عفوا. مساء الخير لك وللأخوة مشاهدي قناة أوريانت. قبل الإجابة على السؤال اسمح لي أن نتحدث بوصف عام للموانئ والمرافق في سوريا العسكرية والمدنية. نعم تفضل. فعلمت طول الساحل السوري هو حوالي 180 كيلومتر، يمتد من رأس البسيط شمالا إلى جنوب طرطوس جنوبا. طول هذا الساحل 180 كيلومتر، ولكن هذا الساحل غالبيته غير مناسب لإقامة المرافق عليه، فلا يوجد في الشاطئ السوري على الساحل السوري إلا ثلاث مرافق رئيسية: مرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس، ميناء طرطوس وميناء بانياس النفطي. ميناء بانياس تحديدا هو محور الحديث، هو ميناء خصص من أجل حاملات ناقلات النفط فقط. ميناء طرطوس تم عليه السيطرة من قبل النظام الروسي، من قبل الاحتلال الروسي وبيع النظام للميناء بالكامل إلى المحتل الروسي. ميناء اللاذقية بعد 3 أشهر حسب عقود بين نظام الأسد والنظام الإيراني سيتم تسليم إدارة ميناء اللاذقية إلى إيران بعد في خريف هذا العام، الخريف المقبل هي. أما نأتي إلى بانياس، عندما دخلت القوات البحرية الروسية إلى مرفأ طرطوس أعطت أمر للنظام بإخلاء القوات البحرية والقطع البحرية التابعة لسلاح البحرية للنظام خارج المرفأ، وبالتالي هنا قام النظام بإخراج هذه القطع من مرفأ طرطوس واقتسم قسم جزء من مرفأ بانياس ووضع فيه هذه القطع البحرية. الآن محور حديثنا هو مرفأ بانياس. ميناء بانياس لا يمكن توسيعه ولا يمكن أن يتم هناك توسعة لهذا المرفأ بالأمر السهل. فالشاطئ في منطقة بانياس هو شاطئ يتخلله ريف صخري كبير، وهذا الريف الصخري باستثناء ميناء النفطي لا يسمح برسو السفن الكبيرة والبواخر والسفن الكبيرة. نعم. وبالتالي أنا أتوقع بأن روسيا تقوم بمساعدة النظام من أجل تحضير وتجهيز
الجزء المقتطع من مرفأ بانياس لتحضيره عسكريا ووضع القطع البحرية، وسمن مقابل ذلك أن تضع إيران يدها على معبر بانياس لأن له استراتيجية عسكرية واقتصادية بالنسبة لإيران. نعم. طيب أستاذ يمان، يعني كما ذكر سيادة العقيد أنه بانياس هو يعني ميناء نفطي تتركز فيه ناقلات النفط المتواجدة هناك ومهيئ لهذه الغاية، هل تحاول إيران التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها عبر هذا الميناء، وهل سيسمح لها أصلا بأخذ هذا الميناء من قبل المجتمع الدولي، وخصوصا أنه لا يخفى على أحد مساعيها؟ حياكم الله. يعني من المعروف بأن هذا الميناء بانياس ومرفأ بانياس يتمتع بأهمية جيوسياسية وجيواقتصادية سيدة أحلام، لأن هذا المرفأ بانياس هو تصب فيه خطوط نفط كركوك إلى بانياس، ومنه يتم تصدير النفط العراقي. إذا إيران يعني من هذه النقطة ومن هذا النشاط الآن في بانياس، وكما كشفت بعض الصحف في 5 أيار تم توجيه ناقلات نفط إيرانية كانت تحمل يعني علم إيراني، كانت متجهة إلى تركيا ومن ثم غيرت اتجاهها عندما أطفت إشارات الإنذار ومن ثم توجهت إلى بانياس. هنا تم تسليط الضوء على هذا الموضوع. إذا هذه المحاولة يعني إيران بعدما صدر منذ حوالي 3 أشهر عن ميناء بسط يديها أو وضع قدمها على ميناء اللاذقية، الآن تتجه للخطوة التي ما بعدها لأجل تحاول الالتفاف على العقوبات، بالأخص أنها تعاني اليوم من استراتيجية الخنق الكلي. إذن وبالتالي لابد أن توجد أسواق بديلة من خلال الجوار الإقليمي لديها، وليس لديها إلا العراق وسوريا ولبنان بهذا الموضوع. ولكون هذا المرفأ يعني تصب إليه خطوط نفط كركوك بانياس منذ الأساس، وبالتالي بإمكان إيران أن تعتمد عليه فقط في الجانب النفطي لتهريب نفطها بطريقة غير آلية، لا سيما أن كل وعودها مع دول الاتحاد الأوروبي بخلق آلية التعامل النفطية البديلة فشلت. وحتى أيضا الدول الثمانية المستثناة من العقوبات أعلنت كتركيا والهند والصين إيقافها يعني التعامل مع إيران بهذا الموضوع نفطيا. إذن هذا يعني بأن إيران لم يعد لديها إلا خيارات ضيقة وقليلة، وليس لديها إلا أن تلجأ للدول الجوار كالعراق وسوريا، وبالتالي ستعمل جهدها، وأنا أعتقد أنها ستحارب من أجل يعني حوكمة هذا الموضوع في ميناء اللاذقية وميناء بانياس لتضع موطئ قدم عليها بهذا الموضوع. ولكن يعني أريد أن أنبه هنا إلى نقطة، هل ترى يعني هذا الموضوع محاولة للسيطرة على هذا الميناء هو لأسباب اقتصادية للهرب من العقوبات التي تترتب عليها وليس لأسباب عسكرية، أم أنه يحمل الاحتمالين؟ السبب الأول هو من أجل موضوع النفط، من أجل تصدير موضوع نفطها. من المؤشرات القادمة سيدة أحلام سينخفض النفط الإيراني إلى 400,000 برميل يوميا بعدما كان 3.5 مليون برميل في عهد باراك أوباما. إضافة هي لديها بدائل بالنسبة للأمور العسكرية منذ شهر، وأنت تعلمين والجميع يعلم أن إيران تعمل على بناء معبر في الحدود السورية العراقية تم تصويرها بالأقمار الصناعية، هذا منذ أسبوعين تم الإعلان عنه من خلال صور دقيقة. هذا المعبر سيخصص نقل السلاح ما بين في الحدود السورية العراقية وصولا إلى لبنان. أما موضوع المرافق فهي مخصصة لموضوع النفط، هي الأولوية القصوى بالنسبة إلى إيران لكي تقوم ببيع نفطها بطرق غير شرعية، سواء يعني بالتعاون مع بعض الدول أو حتى يعني بطرق غير قانونية. وبالتالي هنا سوف نشهد ما هي ردة الفعل من قبل المجتمع الغربي وحتى إدارة ترامب بأنها ترصد جميع الناقلات النفطية، ونحن رأينا أنها استهدفت أكثر من مرة يعني صهاريج كانت من خلال التهريب بالنسبة لموضوع تهريب إيران بالخطوط البرية. وبالتالي هنا سيزداد التوتر إذا ما أرادت إدارة ترامب يعني أن تزيد من موضوع الرقابة على موضوع عدم الالتفاف على العقوبات أو اختراقها، وبالتالي إيران يعني هنا ستقوم برد ردات فعل في الجوار الإقليمي، لأنها وعلى الرغم من أنها أبدت مرونة في موضوع المفاوضات، وبالتالي يمكن هنا إذا ما اتجه الطرفين نحو عدم الحرب نحو الحرب المباشرة والشاملة يمكن أن تقوم يعني الغرب بالتغاضي نوعا ما عن بعض
يعني تصدير النفط، لأنه لا يمكن حقيقة يعني الوصول بأقصى زمن ممكن إلى تصفير المعادلة النفطية لإيران إلى موضوع صفر. هذا يعني انهيار الاقتصاد الإيراني، وبالتالي سيؤدي إلى تفكيك النظام من الداخل. سيكون هذا الأمر سيكون تدريجيا على ما أعتقد، حتى يعني بهدف ريثما لا تصل إيران لهذه النقطة حتى تعود إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي سيسمح طيب لها. سنتحدث عنها عند هذه النقطة، يعني ولكن دعني أنتقل للصعيد العسكري مع العقيد علي ناصف. سيادة العقيد، يعني ما هو موقف روسيا اليوم من محاولات إيران للسيطرة على ميناء بانياس؟ هل ستفسح لها المجال؟ هل تمهد لها الأرض للسيطرة على هذا الميناء؟ أم أنه من الممكن أن يشكل خطورة على روسيا، وخصوصا أنه يأتي بين قاعدتين روسيتين أو يعني منطقتين تسيطر عليهما روسيا؟ ميناء اللاذقية كما ذكرت حضرتك أنه رح تبدأ السيطرة عليه في الخريف المقبل، وقاعدة حميميم. بالتأكيد أخت أحلام، من الناحية العسكرية مرفأ بانياس هو فعلا يتوسط المسافة بين قاعدة حميميم الروسية المحتلة في ريف جبلي وبين القاعدة البحرية الروسية التي احتلتها في ميناء طرطوس. وبالتأكيد من هنا أنا أقول بأن السيطرة الإيرانية على ميناء بانياس أو محاولة إدارة السيطرة أو الإدارة لميناء بانياس هي ليست عسكرية، لأن إذا أقامت هنا نقطة عسكرية فهذه النقطة ستكون مكشوفة، ومهما كان هناك من إجراءات أمنية وتدابير عسكرية واحترازية وحيطة وحذر مكشوفة بالنسبة للروس، لأن قريبة من قاعدتين أساسيتين للروس، إذا اتصالاتها ستكون مكشوفة، كل الدخول والخروج إلى هذا المرفأ سيكون تحت الإشراف الروسي، وبالتالي عسكريا ليس من مصلحة إيران أن تكون قاعدة عسكرية. أنا هنا وهذا رأيي أرجح بأن إيران تسعى للسيطرة على ميناء بانياس أو إقامة مرفأ في بانياس هو من أجل الالتفاف على العقوبات الاقتصادية. وأنا أؤيد ضيفك بذكره أنه الأهم في مرفأ بانياس هو خط النفط العراقي، خط التبلاين العراقي الذي من سنوات هو يصل بين العراق، بين حقول العراق والساحل السوري. وبالتالي الصحيفة الروسية، هنا نأتي لماذا الصحيفة الروسية؟ الصحيفة الروسية هي فقط بروبيغاندا إعلامية بأن لتظهر أمام الغرب بأن هنا خلاف روسي إيراني، وفي الحقيقة أنا أعتقد غير ذلك تماما. فكل ما يجري على الأراضي السورية بين الروس والإيرانيين هو اتفاق على الاستراتيجية، اتفاق على العمق العملياتي، العمق الاستراتيجي. ممكن أن يكون اختلاف على البعد التكتيكي في بعض المناطق، ولكن باستراتيجية كاملة فهم يعملون مع بعضهم البعض. أنا لا أميز ولا أرى أي تمييز بين روسيا وإيران والنظام، فروسيا وإيران والنظام هم واحد، وكل هذه الادعاءات الإعلامية هي بروبيغاندا إعلامية لإظهار أن هناك خلاف، وإنما الحقيقة هو هناك اتفاق على تقاسم ما بقي من سوريا. وما طبعا بغياب النظام، حضور النظام هو شكلي، ليس للنظام أي قرار، وإنما النظام سيقدم كل سوريا للمحتلين الإيراني والروسي من أجل أن بقائه على الكرسي في دمشق. نعم أستاذ يمان، يعني تحدثت عن أنه المجتمع الدولي من الممكن أن يتغاضى قليلا عن تصدير إيران للنفط، إلى أي مدى سيكون هذا التغاضي إن تم فعلا؟ وكيف ستتعامل الولايات المتحدة التي تسعى جاهدة لتجفيف مصادر تمويل إيران وحزب الله في المنطقة؟ هذا متعلق من خلال التجاوب والمرونة التي ستبديها إيران، من خلال يعني التجاوب مع مطالب الإدارة الأمريكية، وهي المطالب واضحة. يعني صرح ترامب في آخر تصريح له عندما زار اليابان والتقى برئيس وزراء الياباني، قال بأننا لا نريد إسقاط النظام بإيران وإنما التغيير السلوك، ونريد يعني التوصل لتوقيع اتفاقيات واضحة بما يتعلق بالاتفاق النووي والصاروخي. هذا الموضوع في حال يعني ومن خلال وجود يعني بعض الدول الوسيطة التي ستقوم بتلعب دور الوساطة كالعراق واليابان ودول الاتحاد الأوروبي ما بين إيران وأمريكا، وكون أن الطرفين أعربا عن عدم نيتهما الدخول بحرب مباشرة، فمن المتوقع أن نشهد المزيد من المرونة في الأيام القادمة إذا ما أراد الطرفين تجنب خيار الحرب المباشرة ولا لديهم مصلحة في خوضها.
في هذه الحالة عندما تبدي إيران وترسل أيضا بعض الرسائل المتبادلة إلى الإدارة الأمريكية بأننا قد من الممكن أن نعود لطاولة المفاوضات، كما صرح يعني وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف منذ يعني يومين، قال نريد أن نوقع اتفاقية عدم الاعتداء على أمن الخليج، وبالتالي هناك أيضا نوايا لفتح حوار يعني مع الغرب تحت غطاء الاتفاق النووي. في حال يعني تم تقريب وجهة النظر باعتقادي، إدارة ترامب تحية عهدت أصلا إذا ما عادت إيران إلى الحوار وطاولة المفاوضات فإننا سنساعدها أصلا على إنعاش الاقتصاد، وبالتالي سيتم التغاضي إذن عن موضوع يعني بيع النفط الإيراني باعتباره عصب يعني الحياة في إيران، ولن يعني باعتقادي لن تكون هناك يعني نسبة ضئيلة بموضوع انخفاض صادرات البراميل لأكثر من 1.5 مليون، لأن ذلك سيعني أن إيران دخلت في الخط الأحمر وهو الذي سيؤدي للانعكاس على الداخل الإيراني. لذلك الأمر باعتقادي مرهون من خلال كما قلت يعني التعامل وردود الفعل ما بين الإيرانيين والأمريكان بالإقدام يعني حقيقة يعني إلى موضوع العودة إلى الحوار وتجنب كل هذه الاستفزازات التي نراها في مياه الخليج العربي والبحر المتوسط. بالمناسبة هي الطرفين قالا هي للردع لوضع سياسة ردع أمنية وليست من أجل يعني شن هجمات هجومية على طهران. إنما غاية هذه القطاعات العسكرية الموجودة الآن في مياه المتوسط التي حركتها إدارة ترامب هي من أجل عدم السماح لإيران أصلاً أن تخترق هذه العقوبات أو تقوم بالالتفاف عليها. وبالتالي باعتقادي لن يكون هناك حرب شاملة وسيتم العودة إلى اتفاق وصيغة جديدة ترضي جميع الأطراف. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي يابان دابقي، كنت معنا من اسطنبول. أشكر أيضا للمحلل العسكري العقيد علي نصيف، كان معنا من الريحانية. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، نعود ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله.